عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير، كوخفي ظريفة على قلوبكم. اليوم جيت نشارك معكم واحد الحلوة اللي سهلة، ما فيهاش مكونات بزاف، تتجي زوينة بحال المذاق ديال النوكا. بما انها مناسبة عاشوراء، تنصابوا واحد الحليوات. المهم ما نطولش عليكم، نقول لكم شنو هما المقادير. هانتوما كما تشوفوا معايا غادي نحتاج واحد 250 غرام ديال الكاوكاو. انا يعني هذا الكاوكاو حمرته وطحنته، هانتوما كما تشوفوا طحنوه مزيان حتى يطلق ليدام ديالو، يعني يولي معلك. عندنا واحد 200 غرام ديال البسكوي ديال ماريا او اي بسكوي عادي، هما كما تشاهدوا في الصوره، تطحنوه حتى هو تيولي على هذا الشكل. وغنحتاجوا 200 غرام ديال الشوكولا، عفوا 400 غرام ديال الشوكولا البيضاء، واحد جوج معالق كبار ديال حليب بودره، يعني نيدو او اي نوع من حليب بودره. هادو هما المقادير، يعني فيها اربعه ديال المكونات، ساهلين. تبعوا معايا باش ندوزوا لطريقه التحضير. في هذه الاثناء درت الشوكولا البيضاء ديالنا تذوب على حمام مريم بهذا الشكل هذا، باش غادي هي اللي غنمزجوا بها كاع العناصر اللي عندنا ديال الكاوكاو اللي طحنا معلك، وحليب البودره، والبسكوي اللي طحناه حتى هو. في هذه الاثناء غادي ناخذوا هذاك الكاوكاو ديالنا اللي طحنا على هذا الشكل هذا، بلا ما داب لينا الشوكولا. ديروا كاع الكميه كما قلت لكم، عندنا 250 غرام ديال الكاوكاو اللي مطحون، هانتوما يعني تطحنوه حتى تيولي معلك، يعني يطلق هذاك ليدام ديالو باش تجينا الحلوه معلكه. غنزيدوا عليها 200 غرام ديال البسكوي بهذا الشكل، غنخدموهم بجوج، نحاولوا نخدموهم بهذه الطريقه، هذه يدخلوا في بعضياتهم بهذا الشكل، هذه الطريقه انت تشوفوا. وغنزيدوا عليهم هذوك جوج معالق ديال الحليب البودره، نحاولوا نخدموهم مزيان تيتعلكوا لينا باش بقاش يذوب داك الشوكولا، غنزيدوه عليهم. من بعد ما ذاب لينا الشوكولا ديالنا غادي نضيفوه على الخليط بهذا الشكل هذا، هتشوفوا معايا، وغادي نخدموها حتى يدخل لينا هاد الشوكولا كامل في العناصر اللي ضفنا. المهم انا غادي نخلطها وغنخدمو مزيان ونرجع معكم باش نوريكم القوام ديال الحلوه ديالنا كيفاش غادي يكون. ها انتما القوام ديالها كيفاش تيجي الشكل النهائي. انا بديت تنصور ولقيت الكاميرا ما خدماتش. المهم كما قلت لكم ها انتما تجي معلكه خفيفه، يعني ما ثقيله ما خفيفه. المهم خدينا اي مول ديال السيليكون، انا عندي هذا الشكل هذا ديال الشهده وهذا الشكل هذا. المهم غادي نعمروا هذا المول ديالنا وغادي ندخلوها للثلاجه حتى تجمع لينا راسها، ومن بعد غادي نكمل انا التعمار. من بعد ما نخرجها من الثلاجه غادي نشارك معكم الشكل النهائي كيفاش تجي هذه الحلوه ديالنا. ها انتما البنات، من بعد ما جمدات لينا الحلوه ديالنا من الثلاجه، في الثلاجه غادي نخرجناها منها، غتجي على هذا الشكل هذا كما تتشوفوا. ها انتما تتحيد بكل سهوله، يعني ما تتلصق ما حتى حاجه. هذا الشكل الاول شفتوا كل سهولة، وتتبقى رطبة، يعني راه ما تتقصعش، تتبقى تجي معلكة. ندير معكم الشكل الثاني حتى هو. الشكل الثالث حتى هو درتو على شكل وريضة، تيجي على هذا الشكل حتى هو. ثم المهم تخليوها تجمد كثر الوقت. الشكل ديال الشهدة باقي ما جمدش ليا مزيان. المهم شارك معكم الشكيلات اللي واجدين، حيت هما الاخرين اللي درتهم يعني خصهم يبقاو واحد الوقت شويه مع الجونيت اليوم سخون، غير تخرجيهم هانتوما. من بعد ما خرجناهم هادو هما الشكيلات اللي جاو. نتوما على حسب المول اللي يعني اللي غيكون عندكم ديال السيليكون، يعني تبارك الله في المغرب الاخص المغرب عندنا بزاف ديال الاشكال. تنشدوا واحد كريم كراميل، اما تصابوه في الدار اولا تشرو بحال هذا الشكل هذا طوفي، حتى هو تيتباع ديال الكراميل، ونزوقوا به هكا، نعمروا به هنايا هذا الشكل
القليل منه باش تعطينا داك النكهة. اولا نسلي كراميل حتى هو تيجي زوين. وكاين اقتراح اخر، يعني شاط ليا شويه من العمارة، ما بغيتش يعني نسعين الليمون كاع عمرو، درتهم بحال هكا على شكل كريكبات ودرتهم في الزنجلان، حتى هما جا المذاق ديالهم غزال وجا هو الشكل ديالهم. يعني تقدروا تشكلوها على حسب يعني الذوق ديالكم، اولا الاشكال اللي بغيتو، اولا الليمون كما قلت لكم اللي متوفرين عندنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الحليوات ديالنا من بعد ما زيناهم. هانتوما كما تشوفوا داك الشكي ديال الوريضه درنا فيه داك الكراميل، الشكي الاخر درت اللوز ايفيلي ودرته فوقه، وبقات لي واحد شويه من العماره كاقتراح ثالث، درتهم على شكل كويورات وفنتهم في الزنجلان اللي حمصناه. نتمنى تكون عجباتكم هذه الوصفه، طبقوها وعواشر مباركه. واللي تتشوف القناه ديالي اول مره دعمني بواحد اللايك وتفعل الجرس باش يوصلوها جميع الفيديوهات ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.